أول حاجة شكراً إنكم جيتوا. أنا هقول بس في الأول حاجة عن الفن التشكيلي واللوحات بشكل عام. دايماً الناس بتنظر لللوحات وللفن التشكيلي على إنه حاجة نخبوية جداً، يعني الناس بقى بعد ما خلاص بقت مرتاحة مادياً ومرتاحة نفسياً وكل طلباتهم متقضت، ما عندهمش بقى شغلة غير إنهم يهتموا بقى باللوحات والفنون والألوان وما إلى ذلك. فهي حاجة بتاعت الإليت كده، إنه الناس ما فيش حاجة في حياتهم تعباهم، هم مهتمين باللوحات وبالفن بقى والناس دي والحاجات دي. ليه يعني؟ اصلا ايه اللي هيقدر اصلا يعملوا الفن في عالم بيموت فيه طفل كل 16 ثانية من الجوع؟ يعني ايه قيمة الفن في عالم زي ده؟ او من الاولى ان احنا اصلا ننشغل بقضايا اهم زي قضايا سياسية او قضايا فكرية او قضايا فلسفية وما الى ذلك. طيب لو انا متابع للفنون التشكيلية او مهتم بتجميع اللوحات، انا ازاي اقدر اقنع المتابع الشخص الغير مهتم اصلا انه لا، المجال ده مش مجرد حاجة نخبوية؟ هل ممكن يكون الفن التشكيلي له فايدة معرفية، مش مجرد تجربة جمالية، له فايدة معرفية تعود على المتابع بالنفع زيها زي الفلسفة زي العلوم الطبيعية زي السياسة؟ هل ممكن الفن التشكيلي يكون له الدور ده؟ هل ممكن يلعب الدور ده؟ ولا هو محض تجربة جمالية مفيش من وراها أي منفعة معرفية أو منفعة علمية واقعية ممكن تساعدك أنت كإنسان في أرض الواقع؟ دايماً السؤال ده كان سؤال إشكالي جداً، وكان عليه أطروحات فلسفية كتيرة جداً، إنه إلى أي مدى ممكن أصلاً الفن ينقذ العالم؟ يعني كان فيدور دوستويفسكي، تعرفوه الأديب الروسي الشهير، كان بيقولك إنه الفن قد ينقذ العالم. طب هل دي كانت حاجة كده رومانتيك منه، كده رومانسية زايدة منه، إنه هو بيقولك الفن هينقذ العالم بقى، وفن إيه اللي هينقذ العالم يا حاج؟ الناس بتموت من الجوع وبتاع. يعني هل العبارة دي في جوهرها عبارة منطقية وعملية، ولا مجرد عبارة رومانسية الراجل عاطفي بالزيادة يعني فقال لك الفن هينقذ العالم؟ هنشوف. أنا سايبة لكم السؤال ده يعني في آخر التوك، أنتوا كل واحد يجاوب عليه بنفسه لنفسه. هل الفن التشكيلي ممكن يكون بيمثل أولوية للإنسان زيه زي المعرفة الأخبار بتاعت السياسة، زي ما درست العلوم الطبيعية، زي الرياضيات، زي الفلسفة والمنطق وما إلى ذلك؟ كل واحد فيكم في آخر التوك هو حر يقرر بالشكل اللي شايفه مناسب إجابة السؤال ده. أنا بس هتكلم في البداية عن حتة إزاي أصلاً نفهم لوحة أو إزاي نقرأ لوحة فنية. لو كان في ناس متابعين فيكم للبيج أو كده، كان في ناس تسأل إزاي أصلاً نفهم لوحة بتتكلم عن إيه. قراءة اللوحات الفنية بسيطة جداً، ومش محتاجة منك أن أنت تكون دارس أو درس فنون جميلة مثلاً أو عارف تاريخ الفن عشان تقدر تقول اللوحة دي معناها إيه. أنت في فترتك البسيطة كده ممكن تكون فاهم معناها وتقوله ببساطة شديدة. يعني أنا مش محتاجة أدرسك تاريخ الفن عشان تعرف إن الألوان لها دلالة، إنه الألوان الفاتحة تدل على راحة نفسية، سلام، هدوء، وإن الألوان الغامقة بتدل على اكتئاب، بتدل على حزن، بتدل على مشاكل وهكذا. تمام؟ مش محتاجة أقولك مثلا الألوان الحارة اللي هي البرتقاني والأحمر درجات الشمس دي كلها، إن الألوان الحمراء بتدي استرس في اللوحة وحركة ونبض وما إلى ذلك، أو بتعمل حالة من الإحساس المتوحش في اللوحة. فحتى تفسير الألوان أصلا أنت كإنسان عادي مش محتاج تكون دارس لتاريخ الفن أو متابع للفن التشكيلي بقالك مثلا سنين عشان تقدر تفهم رمزية الألوان. أنت كده فهمت رمزية الألوان؟ خلاص. طيب انا لو قابلت لوحه وعايز اعمل عنها ريفيو قصير، ولو مثلا 4 أو 5 سطور، اعمل ايه؟ ببساطه شديده جدا، حط الصوره على اي متصفح، على اي محرك بحث في اي متصفح، واعمل سيرش بالصوره، هيطلع لك مين الرسام، هيطلع لك اترسمت سنه كام، اسم الرسام. انت كده عملت اول سطر في الريفيو، كده بسيطه خالص. تمام كده؟ بس هو اللوحه اسمها كذا كذا، اترسمت سنه كذا، وقال ده رسمها الفنان الفلاني. طيب وبعدين اكتب ايه بعد كده؟ اكتب رمزية الألوان. لحد دلوقتي رمزية الألوان سهلة وبسيطة؟ في أي مشاكل في رمزية الألوان؟ مفيش حد ما يقدرش يفسر رمزية الألوان. يعني أنت مش يعني إحنا لو نزلنا دلوقتي مثلا هنا جنبنا في أي غيط، جبنا ست فلاحة بسيطة كده، قلنا لها يا حاجة اللون الأسود بيدل على إيه والأبيض بيدل على إيه، هتقول. أنت كده عملت سطرين في الريفيو بتاع اللوحة. تالت حاجة،
اكتب قلبك. يعني دي نصيحتي لكل الناس اللي بتقول ازاي اكتب ريفيو، اكتب قلبك، اكتب انت حاسس بايه، اكتب انت حاسس بايه. يعني انت مش مضطر تقول، يعني مش يعني انت مش محتاج تكون ابو العلاء المعري عشان تكتب ريفيو عادي، يعني بلغه بسيطه جدا، لغتك البسيطه، حتى لو تكتبه باللغه العاميه، حتى لو تكتبه بكلمه واحده. يعني في لوحات مثلا ممكن نقابلها انت يكون كل احساسك باللوحه او انطباعك عنها ان هي لوحه حنينه بس، هي شكل مشهد حنين مثلا، ام حضنه بنتها، راجل بيبوس مراته، مش عارف، يعني مشهد بسيط جدا. انت مش محتاج تعمل يعني 4-5 سطور نقد فلسفي بناء عشان تكتب لوحة، يعني مش كده. انت اكتب اسم اللوحة، تاريخها، اترسمت امتى، دلالة الالوان فيها، واحساسك بيها بس. هو ده الريفيو، مش محتاج تكلكع. اعرف ازاي افرق بين المدارس؟ تفريق بين المدارس بيجي بالممارسة. يعني انا مثلا بقيت عارف انه لو مجموعة لوحات معينة بتتبع المدرسة السريالية، من كتر ما انا جمعت اصلا لوحات عن المدرسة السريالية، بقيت عارف ان عدد من اللوحات بتتبع المدرسة الواقعية من كتر انا معرفت. فانت من كتر التجميع بتبقى عارف السكاشن اصلا، بالشكل عينك بتألف الموضوع، وبتبقى بعد كده انت من نفسك قادر ان انت تقول اللوحة دي بتتبع انهي مدرسة. كويس كده؟ نرجع بقى للسؤال بتاعنا، هل ممكن يكون الفن له عائد معرفي ومش مجرد تجربة جمالية؟ انه يقدر يساعدني في انه يشكل شخصيتنا، يعني انا كمتابع ايه العائد، المنفعة اللي عايدة عليا، انه ممكن يساعدني في حياتي في ايه؟ ليه ما تابعش السياسة واهتم بمتابعة مثلا فنون التشكيلية؟ ليه دي مهمة زي دي بالظبط؟ انا هقول إجابة السؤال ده، بس الاول هنشوف مع بعض لوحتين. اللوحة دي اسمها امبراطورية النور لفنان سريالي اسمه ريني ماجريت، ماجريت مش مارجريت. اللوحة دي فيها مفروض مشهد من اكثر المشاهد اثارة للجدل في التاريخ. ليه بقى؟ انتوا شايفين حاجة غريبة في اللوحة؟ تمام؟ تمام، عظيم. الغريب في اللوحة طبعا زي ما احنا شايفين ان السماء كلها على ضوء النهار، والشوارع الارض على ضوء، يعني مشهد ليلي مع مشهد بالنهار. يعني في عدد من الرسامين لا نهائي قبل ريني ماجريت وبعد ريني ماجريت رسموا عناصر الطبيعة اما في ضوء النهار اما في ضوء الليل، لكن مين فكر يرسم النهار بالليل ويرسم الليل بالنهار؟ ده كان احد الاسباب اللي كان بيعتبر بسببها ريني ماجريت من اكثر الرسامين عبقريه في التاريخ، انه هو نفسه حتى كان بيحب يطلق عليه لقب مفكر، ما كانش بيحب حد يقول له انه هو رسام، كان بيرفض اللقب ده وكان بيعتبر نفسه مفكر. ايه الشديد الروعه في مشهد زي ده؟ ان انت مش حاسس بانزعاج وانت بتبص له، يعني العين مش منزعجه، مش حاسه ان في مشهد غريب عليها، بالعكس شكله طبيعي. يعني انت لو بتمر مرور عابر على اللوحه ممكن ما تاخدش بالك ان هو رسم الليل بالنهار ورسم النهار بالليل، ورسم الاثنين بمنتهى الدقه جدا، وفكره ما فيش حد قبله عملها وما عادش حد بعده يقدر يعملها. يعني هي خلاص، هي حاجه هو بس اللي عملها وما حدش يعملها تاني، حاجه ماستر بيس زي ما بيقولوا. تمام. في كمان لوحه، هذا ليس غليون، this is not a pipe، صورة غليون. اللوحة دي لريني ماجريت برضو، وهو رسم صورة الغليون pipe وكتب تحتها هذا ليس غليون. طيب امال دي ايه؟ طيب اللوحة دي بالذات كان في فيلسوف فرنسي من اشهر فلاسفة القرن العشرين اسمه ميشيل فوكو، لو تسمعوا عنه. ميشيل فوكو عمل اطروحة فلسفية كاملة على اللوحة دي اسمها غش الصورة، هذا ليس غليون. ايه اللي في الصورة دي اللي هي مجرد غليون ومكتوب تحته هذا ليس غليون يخلي فيلسوف من يعني من اشهر واثقل الفلاسفة انه يعمل عليها اصلا طرح فلسفي؟ يعني هو اصلا ايه اللي فيها دي؟ بيهزروا دول ولا ايه؟ بيهزروا؟ لا ما بيهزروش. اول حاجة في اللوحة اول ما بنبص لها بنلاقي ايه؟ ان العبارة بتناقض الرسمة، المفروض يكتب هذا غليون، هو كتب هذا ليس غليون. طب ليه؟ ازاي ده؟
زي ما ميشيل فوكو قال وميشيل فوكو وريني ماجريت أصبحوا أصدقاء مقربين بسبب أعمال ماجريت الفنية، إن في حاجة اسمها العلاقة الموسوسة بين اللغة والحقيقة. إزاي؟ هل فعلاً الألفاظ والمفردات اللي إحنا بنستخدمها في وصف الأشياء وفي وصف الأمور، هل فعلاً هي من الدقة بأن هي فعلاً بتعبر عن الشيء ده؟ هل ممكن الشيء يكون بيتوصف بصفة أو بمفردة أو لغوية هي لا تعبر عن حقيقته مطلقاً، ومع ذلك يكون كل الناس عندهم استقبال ذهني أن دي لا دي صحيحة وسليمة؟ هي دي لوحة هذا ليس غليون. اللي ريني ماجريت عملوا إيه؟ أن هذا ليس غليون عنده حق، هو نفسه قال إيه؟ أنا ما أقدرش أقول أن ده غليون، لأن لو قلت أن ده غليون أبقى كذاب. أمال ده إيه؟ ده صورة الغليون، الصورة لا تصلح للتدخين. فأنا لما أجي أتكلم عن ده مفروض أقول هذا صورة الغليون. ميشيل فوكو مسك النقطة دي وفصصها كويس جداً جداً في فكرة جوهرية كانت هي جوهر الأطروحة الفلسفية بتاعته. كان بيقول إيه؟ بيقولك إنه الإنسان ممكن من شدة ما ألف وتعود ذهنياً ومنطقياً على خطأ لغوي ما أو على خطأ فكري أو عبارة، من كتر ما الناس اتعودت عليها وألفتها وصدقت إن ده الصح خلاص، إن أنت لما تيجي تعرض عليه العبارة الصحيحة أو الفكرة الصحيحة المنطقية هو مش بس يرفضها، ده هو هينحرك في إنه أنت إزاي بتغلط غلط معرفي وأصيل زي ده. إيه اللي نستفيده من فكرة لوحتين ماجريت وعلاقتهم بميشيل فوكو؟ ريني ماجريت وميشيل فوكو كانوا عندهم درس بسيط جدا سواء في الفلسفة سواء في الرسم، يعني نقدر نقف عليه كده وناخده درس معانا بقية حياتنا. ويمكن ده كان من أكتر الحاجات اللي حببتني أنا نفسي في تجميع اللوحات وفي الرسم وفي الأمور دي. ماجريت وفوكو بيقولوا عبارة بسيطة جدا جدا، بس هي لو وقعت منك موقع الإيمان هي قادرة على إنها تغير حياتك للأبد. إن الأمور ليست دائما كما تبدو عليه. عبارة بسيطة جدا، الأمور ليست دائما كما تبدو عليه. مش كل حاجة مهما بدت منطقية ليك، مهما بدت سليمة جوهريا، مهما بدأ الناس متفقين عليها، مهما الناس استهجنوها، هي غلط هي صح، دي حاجة صعب قوي 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 ان انت تحددها. مهما كان في ناس متفقة معاك على الفكرة اللي انت بتقولها، مش معنى كده ان الفكرة سليمة. مهما كانت الفكرة دي قديمة، مهما كانت منتشرة، مش معنى ان هي كده ان هي سليمة. قاعدة بسيطة جدا جدا انت ممكن لو تعلمتها تكون يعني دليل اخلاقي ليك على مدار حياتك، ان انت ما تحكمش، تصدرش احكام مطلقة على اي شيء، لان انت في النهاية ما تقدرش تعرف حقيقة الأمور. هل أنت بتحكم من منطلق اللي أنت تعلمته طول حياتك فأنت بتعيد يعني زي ستيريوتايب، ولا أنت فعلا جايب حاجة جديدة وقايل رأي جديد وعارف فكرة جديدة؟ دي حاجة تانية. فهو كل اللي بيقوله هنا ميشيل فوكو وريني ماجريت إيه؟ أن أنت ما تقدرش تصدر أحكام مطلقة بصحة أو خطأ أي شيء وتجرم أو تعاقب الناس على آرائك الشخصية اللي هي نفسها قد تكون صح أو غلط، مهما اتفقت الناس معك، مهما اختلفت الناس معك، مفيش حد مع الحقيقة المطلقة. بسيطة دي؟ هل دلوقتي نقدر نقول مثلاً إن الفنون التشكيلية ليها قيمة معرفية غير التجربة الجمالية، غير إن أنت مستمتع بمشهد؟ ده سؤال يرجع، يعني إجابة السؤال ده ترجع ليكم. أنا عايز أقول حاجة كمان، ده يعني ده درس فلسفي إحنا ممكن نتعلمه من لوحتين اتنين بس لرسام واحد، فما بالنا بعشرات آلاف الرسامين على مر التاريخ اللي رسموا مئات آلاف اللوحات. إذا كان لوحتين فقط ممكن يدونا درس يغير طريقة تفكيرنا مدى الحياة، أمال الكنز اللي اسمه لوحات الفن التشكيلي، الأطنان المتجمعة على الإنترنت واللي سهل جداً الوصول ليها، واللي انت ممكن تتعلم منها مئات آلاف الدروس، اللي ممكن تقعد تدرس مثلا فلسفة بقى ومنطق وعلوم طبيعة ولاهوت وأديان على عشرات السنين
عشان تقف على قاعدة فكرية واحدة أنت ممكن تستفيدها من لوحة واحدة بس. شكرا ليكم وأنا كده خلصت. شكرا.